السلام عليكم مركب حالكم، معكم بدر الشيحة ومعانا عمران حازمي معاكم فلوق اليوم الثاني الاي 3. طبعا هذا فلوق قاعد نصوره عن طريق كاميرا اكسبيريا زد بريميوم من سوني. طبعا وعلى طاري سوني، عمران ايش اول قسم تبي نروح له؟ بوث بلاي ستيشن. يلا خلاص بوث بلاي ستيشن ونشوف عندهم. ليتس جو. هذا اول شيء عندنا، بعد هذا هو بوث بلاي ستيشن. هذه لعبه ديترويت بيكم هيومن زي ما تشوفون. اوكي، هنا كمان يمديك تجرب اللعبه، وهنا تقدر تجرب اللعبه زي ما قال عمران. يلا عمران ورانا. يا سلام، هذا جزء ورا هذا جزء. ايوه، وجوه الظهر فيه عرض خاص، جوا نحاول ندخل اذا قدرنا، بس ما ادري التصوير يسمحون داخل ولا لا. ما اعتقد اغلب البوثات مغلقه. عندك هناك في سبايدر مان، روح تشوفه معلق. اي تعال انت. يلا يلا، زحمة الوضع. ايوه ايوه، جوا الظاهر في تجربة، ممكن تجربة والله ما ادري حتى الان. سبايدر مان شكله مرة زحمة عليها زي ما تشوفون. هنا حاطين لك المجسم مع الهليكوبتر، هذا اللي جاء اصلا في الدمو اللي شفناه. شوفوا زحمة الطابور وين واصل، واصل هناك، يعني مشوار على اساس يمديك تخش وتلعب تجربها داخل. ان شاء الله نحاول ندخل بعدين، بس حتى لو دخلنا ما راح يريكم تصوير، ما راح نستفيد كثير يعني. في حاجتين جدا مهمة. اه وش هو؟ لعبتين حاجة. يلا عندك اول شيء دستني هنا، دستني 1.5 صح؟ دستني 2.5. اوكي انت تقول 1.5. في حوالي يمكن حوالي 8 اجهزه. أيوة. تلعب دستني عليها هنا، وكلهم قاعد يلعبون طور السترايك. أيوة. انهم قاعد يلعبون طور السترايك. هذا اللي لعبته انت؟ اي انا لعبت، هذا اللي نزلنا مقطع عنه في اليوتيوب. ممتاز. وايضا اربع اجهزه هناك زي ما انت شايف كل حاجه. ايوه، والاحمر من هناك اخر شيء اللي هو لحق. وين؟ لاحقين عليها. اوكي نروح هذيك الجهه عشان في لعبه. اصبر هنا في عندك حاجه. اه اما كان في مصر هانتر. ايوه مصر هانتر وورلد، شوفها. ما انتبهت لها. ما انتبهت لها. شوف هذا كله مصر هانتر وورلد. تدخل داخل هو حاطين دباب صح؟ هو بعد دايز جون. هذا دايز جون، هذا الحاله هذا دايز جون. اي صح صح، حق مصر هانتر هذا دايز جون زي ما تشوفون. وهنا حاطين دباب حق دايز جون. شوف ذا. وهنا في مونستر هانتر وورلد. شوف الزحمه هناك كلها. انشارتد على هذه حقت البنت. هو اللي مسوي الزحمه كلها. انشارتد هنا لعبه انشارتد صح؟ شوف ولا احد هنا موجود. ايه؟ ولا احد هناك، بس كلهم عندي انشارتد. لا هذا مونستر هانتر ولا؟ لا لا هنا انشارتد. اوه صح صح، اي هذاك الكل انشارتد الجديده فانت انشارتد. وهنا عندك باتل فرونت ستار وورز. طيب عمرنا خلنا نشوف هناك في لعبه هناك جدا مهمه. جدا مهمه. العاب يلد دعس. يلا يلا خلنا نشوف العاب يلد. هذه العاب عمران. هذه فيفا 18 من اهم الالعاب. الله مو راعي كوره انا. عمران تكلم عنها انت. فيفا 18 لعبت على السويتش بس ما اقدر اتكلم كثير عنها. ولا شيء يعني، بس هذا عندك اياه. المهم هنا حط لك البوت، ناس يلعبون ما في شيء مهم كثير. هذه لعبتي مارفلز سكاب انفنتي، اختصاصي هذا. لعبه فايتنج رهيبه راح تنزل ان شاء الله، متحمسين نلعبها. اهم لعبه يلد. اهم لعبه يلد. جتك لعبه يلد. يلد كنت كول اوف دوتي. عمران دوتي. عمران سو زي وجه ذا. شوف وجه ذا، سو زيه. اقوى اقوى. اي اوه شوف هذا عمران معاه كذا. والله كانك معاه صاير. خلينا نشوف الجيم بلاي بسرعه. خلينا نشوف بسرعه. تبي تشوف جيم بلاي حق كول اوف دوتي اللي اصلا ما يتغير. اوه 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 شوف الجيم بلاي. واو جيم بلاي. اوه قنابل. يلا خلينا نشوف. لا والله جيب من هنا شوف. يلا يلا خلينا نشوف الجيم بلاي حقها. هذا الام بي 40 موجود، سلاح الام بي 40 من كول اوف دوتي. هذا خلاط؟ لا 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 هذا مصب مشين جان. طيب هذا كان موجود في احد اجزاء. والله اني فاهم حاجه. وش
مره شبيهه بكول اوف ديوتي الخامس، يعني تحس بنفس الاجواء. هذا شيء كويس ولا مو كويس؟ بالعكس كويس، كويس. الجزء الخامس كان مره ممتاز، يعني هذا يلد. هذه لعبه يلد اللي تمنوها اليلد. ايوه كويس، هذا الدعس الحقيقي، هذا كول اوف ديوتي الحقيقي. شايف انه كل سريك باين على اليمين، على يمين الشاشه في كل سريك. ايوه يبين لك كم نقطه بقيت لك عشان كل شو؟ كل سريك، سريكات، سريكات. كل ستريك، ستريك يا يلد، كل ستريك، ستريك هذا شيء ثاني، كل ستريك، ستريك، كل ستيك، كل لا بعد ما تلعب اللعبة يعطيك تيشيرت. بس انا عندي اوه هذه اللعبة الاسطورية ايفربودي جولفز، من يلعبها اصلا؟ في ناس يلعبونها يعني، ما احب اقلل من اهميتهم، بس ما هي من الالعاب المهمة جدا. هذه الشخصية حقتي وشو؟ صار صغير والخال ضامين واحد عم عضه تايجر وودز، هذا كنا موظف، هذا مياموتا. ها؟ مياموتا؟ لا ما مياموتا ذا، هذه ويليامز. مين؟ ويليامز، ويليامز حق التنس. هذه ساكورا. مين ساكورا بعد؟ حق ذاك الولد اللي يسوي 1000 نسخة. ساكورا اسم بنت؟ طيب هذه بنت، طيب هذه ايش؟ تقول ولد يسوي 1000 نسخة؟ صاحبة الولد اللي يسوي 1000 نسخة. صاحبة الولد؟ أي ولد هذا؟ واحد اسمه ناروتو مدري حاجة. ناروتو. يا ربي اليلد هذولي. طيب ايش عندنا بعد؟ اوه ترى في سيارات هنا، سيارات يلد. هذا 4K جي تي، هذا اوه 4K 60 فريم اتش دي ار يلد، وايد كلر في ار. سوري جراند يا ولد. ها اجوز اوكي، هذه شاشه 4K. ها هذه اللي هي 4K 60 فريم اتش دي ار وايد كلر وفي ار. طيب هل هو 4K حقيقي ولا اب سكيل؟ انا ما يهمني اذا اب سكيل ولا لا، والله هذا المواصفات حاطينها، الجودة ممتازة. مين بعد لعبة تديني؟ الروح العشق القلب نينتندو ماريو. سبي سبي. لا 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 انت بلاي ستيشن. شو شو تلصق؟ تلصق؟ نزلناه. ها ها لا ما نزل متعلق. يلا خروح يلا يلا ورينا المعرض حق نينتندو. يلا تعال تعال علمني ايش عندنا على اليسار. هذه بلاتون موجوده زي ما تشوفون، اللعبه الرهيبه هذه قاتله كود. نعم قاتله كود. استني انت قصه قاعد خليك على كود. قاتله كود هذه تقعد تجيب لهم كود احسن منها. بلاتون لعبه ممتازه. ايش بعد عندنا على اليسار هنا؟ عندنا اهم لعبه. لا بعدين لحقين عليها. لحقين لحقين ما عليك. طب على اليمين ايش فيه؟ هذا اميبو. اميبوز اميبوز فينا تكن يوزعون طواقي. ما في فيفا 18 اللي تلعبته ارمز. ارمز عموما والله ارمز اللعبة المنتظرة. لا لا والله ادخل افك عجب. يلا فهد قول انطباعك على ارمز. انا العبها اصلا الجمعة حقها شيء رهيب صراحة. اوكي هذه بتعلم المنوب كيف يلعبون. اوكي خلينا نروح نشوف لنا لعبه ثانيه مهمه. فيفا 18 شوفها هناك. ناخذ نظره سريعه. يلا فيفا على سويتش. شوف دحين على الدك وريني اذا في فرق على الدك ولا لا. ما نوريكم فيفا. يلا ليش؟ ممنوع نصورها. ليه؟ لان لعبه حقت ممنوع ما في. اوكي فلسفه اي قدام نوريهم الشارع الحين ايش فيه موجود. اوه من هنا. لا قلبي عمران وينه؟ قلبي وينه؟ كل هذا كل هذا كل هذا كله 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 لعبه عمان يا عمران. لعبه رهيبه عمران هذا. اوكي يوم المشكله كلهم ماتوا. يوم وصلنا كلهم من جد معي يلعبون. قرب قرب تعال روح ورينا طريق. واو
ايش واو صور زين. طيب قاعد اصور. ايوه كذا بس مو باين. اه ايش كذا احمد يقول مايلا. اه اي 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 باين. لا ما عليك ما عليك. زي ما تشوفون هذه لعبة ماريو المنتظرة ماريو اوديسي. وهذه المرحلة فين هذه؟ فين المرحلة ذي؟ وشو شو تشكل صار حظر وقفوها. اوف 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 والله حركة جيدة. المشكلة لأن ما لعبناها احنا. ها؟ هذه شالنج تتوقع؟ ها؟ شالنج هذا؟ شكله. اوه هذا قبعة يتكلم. والله جيدة. تعرف اوريك مثال ماريو. يلا. اليوم الثاني اليوم الاول صح في المعرض الاول في المعرض حق اي 3 كنوا معنا ان شاء الله بس المعرض فيه اشياء كثيره. اليوم وريناكم بلاي ستيشن ونتندو صراحه اقسام كبار ويحتاجون فيديو خاص فيهم. هو اصلا افضل قسمين صراحه. لا في اقسام ثانيه في سيجا في عندك اشياء ممتعه وفي عندنا القسم الثاني حق كابكوم سكوير اينكس مايكروسوفت صارت هناك مو هنا مش عارف ليش. اي بس ان شاء الله راح نوريكم بلوجات ثانيه ندخل بلوجات جايتكم والخير جايكم. كان معكم بدر شيحه وعمران الحازمي حبكم مع السلامه الى اللقاء.